إذن مراسلة خاصة لفاس نيوز في فعالية الملتقى الدولي لألف فلاحة في نسخة 14 ومع يومية واليوم الأخير لفعالية الملتقى الدولي للفلاحة، نستضيف طلبة تمدرسوا بالمدرسة العليا للأساتذة، ما رأيهم حول هذا الملتقى؟ ما هي أهم الأروقة التي استفادوا منها؟ معنا الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم الكامل ياسين عيسو، طالب مدرسة العليا. كانت هذه الزيارة اللي قمنا بها هي المعرض الدولي للفلاحة بالمكناس، الشيء اللي أثر انتباهي خاصة هو الشق ديال التعاونيات. شفتهم قدموا شي منتوجات جيدة، خصوصا هادشي اللي كيتعلق بالتمر وهادشي اللي كيتعلق بالعسل وهادشي اللي كيتعلق بالزيتون. وبطبيعة الحال أنا من جهة درعا تابلات قمت بزيارة بعض التعاونيات اللي كتنتمي الجهة باش نعرف مدى التطور ديال هاد الجهة تاعنا والمنتجات اللي كتقدمها خاصة. المهم كان واحد الدردشة معاهم عطاونا شي معلومات على التعاونيات، وتيبان بلي راه المجال ديال التعاونيات ممكن يخدم فيه الانسان ويمشي بعيد، خصوصا الا كانت شي دعم دعم الجامعات وكان دعم من يعني هادشي ديال الفلاحة. والشيء اللي اثر انتباهي عاوتاني هادشي ديال المجال ديال الالات الفلاحية، شفتو تطور بشكل كبير مقارنة مع النسخة ديال 2015-2016. ثم كانت أول حضور لهذا الملتقى، وشيء صراحة زوين. نعم، إذن ما زلنا مع ارتسامات طلبة المنتمون لمختلف المؤسسات الجامعية، معنا أحد الزملاء. إذن شنو استفدتي، شنو لاحظتي هذا الملتقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي أنا طالب جامعة محمد الأول في وجدة. يعني الحمد لله صرنا يعني عدة مرات يعني فعالية هذا المعرض، كذلك يعني رأينا مجموعة يعني من الأشياء التي أثارت انتباه، خصوصا يعني جناح الأبقار الذي يعني عرف ازدهارا كبيرا يعني على السنوات الفارطة، خصوصا وأن هذا بعض الأنواع أنها يعني موجودة في يعني بمدينة الدار البيضاء، يعني ولم يكن هناك يعني في مدن أخرى. لذلك يعني الشيء الذي جعل يعني منا أننا يعني ننقل كثير من الأشياء يعني مناطقنا، خصوصا أن جهة الشرق تعرف يعني تراجعا كبيرا في يعني في مستويات كثيرة يعني من الإنتاج. فيعني كما أننا في المكان الذي نحن موجودين فيه الآن يعني تعاونيات فلاحية يعني تنمين وتصنع يعني كثير من الأشياء التي عرف بها المغرب كالزعفران وكالتمور وك يعني عسل النحل. الشيء الذي يعني جعل من المغرب أنه يعني قبلة يتوجه لها يعني سياح من مختلف بقاع العالم، ويعني الحمد لله هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المغرب يعني يعرف تطورا كبيرا يعني وهو متجه نحو التنمية، وهذا يعني الحمد لله يجعل منا كطلبة يعني أننا يعني نشد على أيدي يعني الفاعلين والواقفين لهذا المعرض. كذلك يعني نشكر الأشخاص يعني كرجال أمن وغير ذلك الساهرين على إنجاح هذا المعرض، كما يعني نشكر الزوار بصفة عامة، وكذلك يعني هذا. والسلام عليكم. إذن لا زالت لنا كلمات مع طلبة الجامعات المغربية، ونتمنى أن نلتقي مع متخصصين في المجال البحث العلمي كذلك، ومعنا أحد الطلبة كذلك. المرة الثانية التي أقوم بزيارة المعرض الدولي للفلاحة في نسخة 14، وهذه الزيارة زيارة سنة 2014، حيث لاحظت مقارنة بسنة 2019 هناك واحد تقدم كبير وواحد ازدهار، وأيضا هناك عروض تاع أشخاص جداد، يعني أن هناك ضيوف جداد، وبالتالي كيشكل هذا الملتقى حدث تواصل ما بين الفاعلين المختلف سواء كان داخل الوطن أو خارج أرض الوطن.
والذي أثار انتباهي هو هناك مقارنة سنة 2014 كشاهدوا تعاونيات هنا مقارنة 2019 واحد ازدهار كبير، وهذا اللي كيخلينا أننا نعتبر بأن البلد ديالنا البلد المغرب يعني هو بلد منتج وبالتالي ومتنوع، ولهذا كنشكر كل من ساهم من القريب والبعيد في نجاح هذا المعرض الدولي للسياحة وشكرا. إذن مشاهد الكرام، نتواجد الآن بإحدى التعاونيات المشاركة في الملتقى الدولي للفلاحة في هذا اليوم الأخير. جينا لهذا الأخ لقيناه كيجمع الحمد لله، هذا العام كان مزيان إن شاء الله، نترك له الكلمة مفتوحة. نعم، نشكركم ونشكر الناس اللي نظموا هذا المعرض، نشكر وزارة الفلاحة. المعرض على العموم كان مليح بزاف، معنا كما راك تشوف رحنا قريب نكملوا ما بقى والو، هذا ما تبقى الأمور كانت مليحة. كما العادة هذا هو المعرض ديال المكناس، يعني المتنفس ديال أصحاب التعاونيات كاملين، ونجدو الشكر للناس ديال إذا بينا نعرفوا نوعية المنتوج اللي كتنتجوه نتوما، وكيفاش كانت هذه السنة من ناحية المبيعات مقارنة مع السنوات الأخرى؟ مقارنة بالسنوات الأخرى واش كانت شي إكراهات ولا لا؟ الحمد لله لا موفرين جميع أي حاجة نحتاجوها راها كاينة، الله يجازيهم بالخير. بالنسبة ديال المنتوجات جبنا العسل ديال الأعشاب، كان عندنا عسل جبالي تقاضى، كان عندنا العسل ديال الحواميض ما بقاش، هذا العسل ديال السدرة هذا ما تبقى، والعسل ديال الزعتر الشيء اللي بقى الحمد لله. إذن هذا دليل على أن هذا الملتقى كان يعني في مستوى تطلعات، وهذا كيدل على أن نوعية المنتوج اللي كتجيبو هو اللي كيتقابلوا يعني كيتقاطعوا عليه الجمهور. الحمد لله احنا الناس ديال الجهه الشرقيه معروفين العسل ديالنا متميزه بالجوده والتنوع اللي عندنا في الانواع، يعني ما عندناش غير نوع ولا زوج، عندنا بزاف ديال الانواع. إذن اكراما للتعاونيه ديالكم، شنو التعاونيه اللي كتشتغلوا فيها؟ تعاونيه البركه بن خالد. إذن جهه الشرق المنطقه ديال بن خالد، الحوز ديال بن يدرا. محمد، نعم. إذن نتمنى ان نلتقي بك بمناسبه قادمه بحول الله. الله يجازيك الى اللقاء. شكرا.